بتلتزم بس بالضبط بس يا باشا احنا مش بنلتزم ولا بنلتزم كل سنه ولا بس هو بقى سبب كده كل يوم خلصوا 4 25 ان شاء الله يعني حتى لو بقولك في فتره مثلا بعد الظهر ولا حاجه الساعه 1 ولا 2 تمام وتجمعوا في مكان تنزلوا تحصوا مع بعض اللعبه دي ان شاء الله فاعتمد عليه انت يقول لك انت موجود اهو بس بجيبه كل واحد بيقول لوحدي يعني الشبكه بتاعته الشبكه بتاعته الشبكه انا عايز ابقى لهم منظر جمالي محترم انا فين زي ما هم كده ولا شبكه ولا بتاع انا لو عملوا شبكه منظر تسع مش وحش عربيه وابن العاديه انا عايز شغاله في السياحه وعايزهم ينضغوا شويه للمواجهه للمحافظه فشبكه هتدي منظر وحش وخلاص بقى هو حط في الشنطه حط جنبه على الكلام اللي ورا ماشي بموضوع الشبكه ده هو ممكن يحط علامه التاكسي فوق علامة الصفرة دي تمام يبقى زي الليموزين كده ولا حاجة بحيث ان احنا لو بعتناهم فند في مصر كده وشباب اشتغلوا معانا في وقت السياحة يبقى واجهة مشرفة للمحافظة